ما حدا بده يعني في فريقه، ما عم بقدر العب في دوري ابطال. كريستيانو، ليش انت معصب؟ شو بك؟ لا مالي معصب. انا فهمت شو بك. بتعرف شو؟ كنت انا ملك الفريق، لكن والله ما حدا بده يعني. يمكن عم نعاني نفس المشاكل. تعبت واشتغلت من شان الفريق، ولكن الفريق ما بده يعني. صاروا يحبوا هذا الشخص اكثر مني. انا مني نسوا انه انا اشهر لاعب في العالم. هلا ما عم عاد اتشاهل مع حدا ابدا. هذا الشيء طبيعي ولا لا؟ لا ما بظن انه هذا الشيء طبيعي، لكن ما بدي اخسر حياتي. ما صار شيء. طيب دي تمشي؟ طبعا دي مشي، نكبر شهرتنا زيادة. هيا تن ترن ترن تن. شتت لي حياتي. شكرا، انا بحب العب في هذا الفريق. شكرا شكرا شكرا. طول عمري بقول عن هذا الزلمة غبي. اليوم بدنا نفرجيهم احلى لبس في العالم. دي دي بدنا نفرجيهم شو الغبي اللي عطاني هون. انتو لاعبين كرة قدم ولا عرض زياء؟ كريستيانو تعال شوف شو خلص دوري الابطال. مكتوب انه خلص دوري الابطال. وشو شو الهاد؟ لسه ما لعبنا الحق. شوف لبسه كتير كتير حلو، وعجبني هاد لبسه كمان كتير حلو. نعتذر من الكل على التأخير. لازم تلتزموا بمواعيدكم، ما بصير. هلا شوف هاي، هدول اللي فايزين بالكلاسيكو. الخطأ ما مني منه. ايه صح، لاني مالي مهتم. شو العالم عم تستنى كل هاي اللحظة وانت بالاخير بتقول مالك مهتم؟ ايش شو هاد، انت غبي؟ امسكوهم. راحوا من هون، امسكوهم. طيب هلا هربنا، لازم نطلع من هون بأسرع طريقة ممكن. مين انتو؟ نحن انتو يا شباب، لكن من غير عالم. انت حلو، لا انت حلو، لا انت، لا انا انت. انت يا شبيه ليش لابس لبس بيرشي؟ انت هلا ما تقدر تفهم شيء، لكن بالمستقبل رح تفهم. اضطررت انه اطلع من فريق وروح عن بيرشي، لكن للاسف سامحني. انا هلا كتير كتير زعلان. لا الامن ما له درس فظيع، يوما ما رح تاخد كأس الاوروبا. البطولات مع ارجنتين؟ لا ما عاد اقدر العب لاني ضيعت هداك الجول، لكن هلا انت عطيتني امل. بشكرك جدا جدا جدا. خلاص زيك راح افوت البطولات. كريستيانو دي مشي. باي كريستي. وانتو الاثنين حاولوا تطلع من هون مثل ما جيتوا لهون. يلا نروح على البيت. طيب ماشي دي، يلا خلينا نروح على البيت. عو لا لا، لكن زنقلنا هون. لا شو هاد شو هاد. ليو شوف لقد نجحنا. ليو وينك؟ خلاص بديروا لحالي على البيت. يورجن كلوب تعرفني؟ ازيك، انت اشتريت كتب من عندي. شو مو انت مدرب ليفربول؟ شو قرية ليفربول؟ انا لا، انا من المانيا، مجرد مغني بس مو اكتر. ما بعرف شو تقول، لكن دينا على نادي بايرن ميونخ. شو شو هاد نادي بايرن ميونخ؟ نادي بايرن ميونخ من المانيا، كرة القدم. شو ما بتعرفوا يعني؟ شو يعني كرة القدم؟
أول مرة بسمع بهاي الكلمة، شو يعني؟ يلا من هون ديوغو، بسرعة بسرعة بسرعة. ليو وأخيرا لقيتك. المهم كنت جوعان ولقيت سندويش بالأرض وأكلته وطلع طعمه إيع. أنا من عالم تاني وأنت من عالم تاني، نحن من هذا العالم، نحن مشهورين كتير بسبب كرة القدم. أنا مشهور أكتر منك طبعا. لا أنا إيه أكتر. المهم بدي إياك تصوت معي الطابة بنفس الوقت منشان أقدر أرجع إلى عالمي. هلا جاهز يا ليون تضرب الطابات؟ طيب يلا عند اشارتي. يلا جاهز؟ واحد اثنين ثلاثة. هيا تعال نتصور. هلا ما وقت المزح يا ليون، اتركه من ايدك. لا لا تمت الابد. لا 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 اعتقد عرفت السبب، لاني ليون بهذا الزمن ما بيلعب كرة القدم ما بقدر ارجع، فلذلك خلينا نعمل كرة القدم من جديد. هذا الامر مستحيل يصير. لو سمحتوا انا قائد هاي القرية ونحن مساعدين القائد. دايق شوي، انت عم تقول انه مساعدينك محمد صلاح لوفنتوسكي ومئة شخص لعب كرة القدم، اشهر لاعبين كرة القدم اصبحوا مساعدينك انت؟ في عالمنا انتم مدربينا. هلا هالشي ما مهم، الحكي هاي الفاضي ما ضروري. هلا الضروري اخبرني شو هي اللعبة اللي عم تحكوا عنها طول الوقت. هي شو هاد الشي؟ هاي كرة قدم فيك تلعب فيها بجريك قدميك. هي انا كتير مبسوط، عم بشرب شي كتير كتير غريب وبنفس الوقت كتير حبيت هالشعور. فيك تعلمنا كيف تلعب؟ هتلعب. هاي يا شباب مين بده يشرب عصير الليمون؟ لا يسلم وشربنا، انا ما كفيني كوب واحد، بدي اشربها كلها. صرت بشبه الحمار. ليه انظر لهذا التكتيك، ليون كروف اللي اخترع في عالم كرة القدم. في عالمي. حلو انت عم تتعلم وبسرعة. بسرعة. والله انتم مهمتكم اسهل مهمة في عالم كرة القدم، مهمتكم هي تقعدوا هون وتقعوا ما بعرف شو تحكوا وتعصبوا وتتموا هيك هيك ما بعرف، المهم هيك. حلو حلو كتير، هذا هو المطلوب. مرحبا واخيرا وجدتك راموس. نعم انا راموس. فينا نلعب نحن كمان؟ بالطبع تفضلوا. شوف يا ليون بشبه هون لما كنا نحن صغار. اخ سكريات، شوف ما احلى هون. هلا خلصت مهمتي انا، تعال نشوط الطابات. كل الكرات. لا هذا العالم اللي انا بدي اعمله وعملته بايدي، ما بدي اروح على غير عالم، هيك كان بدي. المهم فيني اتم هون؟ فيني ولا لا؟ سكوتك معناته ايه؟ انتبه. اعذر. واخيرا جيت، فريقك في مركز الخامس ما قدرت تلعب هذا العام. هذا العام.